فكرة حلوة يا كابتن خالد، فكرة الدوري وتجميع اللعيبة وتجميع الفروع كلها، وبرضو منها انت بتشوف المواهب الموجودة. طبعا يا كابتن، يعني هي نمرة واحد بتغرس في اللعيبة. احنا عايزين الهدف الاساسي تغرس في اللعيبة اللي موجودين في الاكاديميات شخصية النادي الاهلي. ازاي يبقى متعود بشخصية النادي الاهلي، ازاي يبقى عنده ثقة في نفسه، بتنمي فيه ثقته في نفسه من خلال حتى المباريات اللي بيلعبوها مع بعض، ومن خلال المهرجانات اللي كانت بتتعمل لهم خلال السنة. فدي حاجة بتبقى كويسة جدا، وبرضو بتبقى روح حلوة قوي ما بين اللعيبة وما بين الاجهزة الفنية، ان ازاي بيلاقوا بعض وبيلعبوا مع بعض، اللي بيكسب بيكسب واللي ما بيكسبش يعني بنقول له هارد لك. فالامور كانت بتبقى جو حلو جدا. يعني خلي بالك، انا من وجهه نظر المتواضع يعني قطاع الاكاديميات ده قطاع مهم جدا. قطاع اول حاجه يعني لو بنتكلم على تعدد الجوانب فيه، استثماري بيحقق عوائد ماليه للنادي الاهلي، اكتشاف المواهب الموجوده في المحافظات وبسهل النهارده على اللعيب. الحاجه الثانيه جماهيريه النادي الاهلي وتواجدها في المحافظات، عشان كده النهارده العدد الكبير للأكاديميات الموجود في مصر كلها ده شيء مهم جدا. طبعا شيء مهم جدا. أولا النادي الأهلي بيتحمل مسؤولية كبيرة أنه هو لازم يكون موجود في كل المحافظات، وده اللي كان بيشدد عليه كابتن محمود الخطيب. فعندنا 16 أكاديمية يمكن في كل تقريبا محافظات مصر موجودة. شيء هايل وشيء مهم. النقطة الثانية المهمة جدا اكتشاف اللعيبة الموهوبين ومشروع استثماري زي ما انت قلت يا كابتن أسامة. ويمكن الأعداد السنة دي أعداد غير مسبوقة، يعني أحسن من السنة اللي فاتت واللي قبليها بشكل كبير جدا. ثالث حاجة اكتشاف مدربين، انت برضو ممكن تكتشف المدربين اللي هم ممكن يجي منهم ويبقوا قاعدين في المستقبل، ففيها مزايا كتير جدا. طب وحضرتك مسؤول عن ملف المدربين، قول لنا بقى، في برضو ما انت النهارده بتصعد زي ما بتصعد لقطاع لعيبه بتصعد مدربين، عندك مدربين مثقفين عندهم خبرات مهمه طبعا. في طبعا في في مدربين على مستوى عالي، بس عايزين شويه من الصقل. كل ما هيشتغلوا وكل ما هياخدوا محاضرات فنيه تدريبيه بتبقى على مستوى عالي، كل ما مستواهم هيتقدم. ونتمنى ان الموضوع الرخص اللي كان بيعملها الاتحاد ترجع مره ثانيه، ترجع مره ثانيه، لان هي كانت بتساهم بشكل كبير جدا كمان في صقل المدربين دول. ولكن عندنا يمكن في فرع السويس في مدربين كويسين، شباب الجزيره، في مدينه نصر، في المنصوره، في اسكندريه، في مدربين على مستوى عالي. طيب واحنا بنتكلم برضو وحضرتك بتقول لنا ما شاء الله النادي الاهلي عنده فروع كتيره في محافظات مصر، الخطوه اللي جايه برضو مهمه ودايما هسال عنها، تواجد النادي الاهلي في البلاد الاخرى ده خطوه مهمه جدا، واكاديميات النادي الاهلي زي ما احنا بنقول الاستثماري واكتشاف مواهب، برضو جمهورك والنهارده شعبيه النادي الاهلي، الخطوه اللي جايه ممكن نشوف اكاديميات للنادي الاهلي في البلاد الخليجيه او العربيه او الافريقيه باذن الله. لا، في خطوه اللي جايه باذن الله هتكون في باذن الله اكاديميتين للنادي الاهلي في الخليج، بس انا يعني باذن الله هم تحت التاسيس خلاص، يعني وبصدد باذن الله ان يكون ليهم افتتاح باذن الله في الوقت القريب. يعني قريب ان شاء الله ممكن نشوف اكاديميه النادي الاهلي في الخليج باذن الله. ان شاء الله.